وتأهبا للمباراة المرتقبة أمام نظيره حسنيات أكادير برسم الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية، وعينه على 30 نقاط بغية الحفاظ على مكانته ضمن قسم الأضواء. تدريب سنجيرو تدريب عادية كما سنجيرو تدريب في بداية البطولة. مباراة تكون صعبة وقوية نظرا للخصم اللي سنحترموه، ونظرا للقيمة ديال المباراة اللي غتخلينا باش نبقاو في قسم النخبة إن شاء الله. العناصر السلوية تعي جيدا جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها في ظل الضغوطات المفروضة على تشكيل الفريق المطالب بالفوز ولا بديل عنه. إذا مباراة يوم الأحد المقبل تعد بالإثارة والتشويق، ويظل الترقب سيد الموقف حتى انقضاء 90 دقيقة. المقابلة في مقابلة مصيرية، هي آخر مقابلة ومدينة سلا كاملة معول عليها، وحنا كاملين معولين على هذه المقابلة. فالتدريب هي عادية كما كنبريبارو لجميع المقابلات، فكنبريبارو لهذه المقابلة بالطريقة هذه. الحمد لله الدراري واعيين بالمسؤولية وإن شاء الله غادي يكون على خير. نستعد للمباراة ديالنا بما فيه الكفاية اللي نحاولوا نقلبوا على جوج النقاط ميس أكادير. الفوز هو المهم باش ما يتعلق مصير ديالنا بحتى شي فريق، نربحوا المباراة وباش نخليوا الفريق في قسم الوطني الأول، ومن ضد بان حتى شي مباراه اخرى الفريق ديالنا خصو يفوز باش يبقى في قسم الوطني الاول. اذا المباراه يوم الاحد المقبل تعد بالاثاره والتشويق، ويظل الترقب سيد الموقف حتى انقضاء 90 دقيقه. الصور كانت بك.